السلام عليكم يا أحبائي الصغار، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. اليوم سأحكي لكم حكاية جديدة تحت عنوان الدمية المدللة. كريمة بنت مهذبة محبوبة، لديها دمية تحبها حبا شديدا، فهي تعاملها معاملة الأخت الكبيرة لأختها الصغيرة. ذات يوم دخلت كريمة إلى غرفة نومها وهي تغني: دميتي يا دميتي تقبلي هديتي. وبسرعة غيرت ثيابها وحملت دميتها بين يديها وخلعت عنها ملابسها القديمة وأخذت تسرح شعرها وهي تخاطبها قائلة: اليوم أحضرت لك العديد من الملابس، تنورة خضراء ومنامة زرقاء. كم أحبك يا دميتي، إنني أريد أن أجعل منك أحسن دمية في هذا الكون. ألبست كريمة دميتها التنورة الخضراء، ثم أخذت تنظر إليها بإعجاب وتتساءل: أرأيت يا دميتي كم هو مناسب لك هذا اللون؟ هل تفضلين حذاء بكعب طويل أو قصير؟ ولكن ما هو اللون الذي سيناسب الأخضر؟ طرحت كريمة على دميتها العديد من الأسئلة، لكن الدمية لم تجبها، ثم قالت لها: لا تريدين جوابي؟ لا شك أنك تعبانة وتريدين النوم. بالفعل ألبست كريمة الدمية منامتها وأخذت تنظر إليها بإعجاب كبير قائلة: أوه كم أنت جميلة، لكن قبل أن ننام ماذا تفضلين؟ هل تريدين الاستماع لحكاية أم نشيد؟ وضعت كريمة الدمية إلى جوارها وخلدت إلى النوم عميق، وهي ترى في المنام أنها أصبحت مصممة أزياء مشهورة جدا ومعروفة بجودة تصاميمها. يأتيها الزبناء من مختلف بقاع العالم، بل حتى النجوم من مطربين وممثلين ورؤساء يأتون إلى محل كريمة لاختيار ملابسهم. إلى هنا قد تكون حكايتنا يا أطفال قد انتهت. أتمنى أن تعجبكم. إلى اللقاء.